شو اللي أنجزته؟ قل لي. دخلت على المدرسة. ايه. العادية. ايه. دويتش. دويتش. أنا عندي فكرة، خليني أعرف أول شيء اسمك. اسمي نجيب. ايه. أنا من سوريا. اوكي. جيت لهون. أول شيء دخلت على مدرسة اسمها دارفيك شوله، هنيك في داتس اللغة الألمانية كلغة تانية. أوكي. فبعد 6 شهور لقوا إنه أنا وأخي شاطرين كتير، إنه نروح على الجيمنازيوم اللي هي مدرسة المتفوقين. فإيه. وصرت أنت صرت بالمدرسة المتفوقين. أي. يعني الجيمنازيوم. جيمنازيوم. طلعت الأول بولاية فيستفاليان. لا. شلسويك هولشتاين. شلسويك هولشتاين. بقراءة الفرنسي. بقراءة الفرنسي. طلعت الأول على المدرسة بالصف الثامن، علاماتي كانوا حتى باللغة الألمانية. باللغة الألمانية كمان. أوكي. إيه. وأولمبياد الرياضيات شلسويك هولشتاين طلعت الثالث. وإيه. مبروك. من غير أشياء. مبروك كمان. مبروك مبروك. ليه عملت كل هيدا؟ شو اللي أعطاك الحافز؟ ليه؟ كل حياتي كان بدي أعمل شيء من حالي، إنه حتى لو كنت لاجئ. حتى لو كنت لاجئ، بس بدي أثبت حالي، وإنه بشكر ألمانيا إنه جابتني لهون، وبدي فرجيها إنه راح رجع لها كل هالتعب وهي. طبعاً أنت من حقك إنه يتم مساعدتك، من حقك إنك تعيش هون، لأنه كلاجئ بيكون في مرق بظروف معينة. خيك كمان موجود معك وكمان متفوق مثلك. كمان. غرت منه أو أنت شاطر كمان؟ أنا شاطر كمان. أيوة. شو بتعمل كمان أنت؟ بروح على المدرسة عادي. وكمان متفوق. إيه. كمان. كمان متفوقين. طيب. في هون كل الاولاد موجودين وبيحكوا لغه وعم بيد متحمسين، اعطيهم هيك شي جمله ليستفيدوا منك، شو بتقول لهم بس تلاقي معهم بعد سنتين؟ دائما درسوا، لا تتركوا الكتب، دائما درسوا. طب توعدوني انه رح تدرسوا تتعلموا اللغه كلكم؟ لا. اكيد؟ لا.